في إطار حرص وزارة الداخلية واهتمامها بتأمين موسم عاشوراء وتعزيزا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في نادي ضباط الأمن العام سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي المآتم بمحافظات مملكة البحرين. نعم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء هذا، وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتوجه لكم جميعا بالشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي يمثل نهج أهل البحرين في التواصل ويساهم في تعزيز وحدتنا الوطنية ويؤكد على أهمية العمل بين أبناء الوطن الواحد. كما يسعدني أن أبارك لكم حلول السنة الهجرية الجديدة، جعلها المولى عز وجل سنة خير وبركة على المسلمين أجمعين. وأود في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجميع بدوام التوفيق والنجاح لما فيه الخير لوطننا الغالي. حضور الكريم، إني سعيد اليوم بالالتقاء بكم جميعا، وهي مناسبة طيبة لأؤكد فيها على أن الالتقاء بين الناس فرصة لتبادل التحية والتقاء الخواطر وتعزيز مشاعر التقارب والطمأنينة وسد الطريق على من يحاول شق الصف بين الناس. فأهلا بكم، سائلا الله العلي القدير أن يجمعنا دوما على الخير والصلاة. الإخوة الحضور، أجدها فرصة طيبة بحضور هذا الجمع المسؤول لأعرب لكم عن شكري وتقديري على ما لمسناه من التزام وتعاون وانضباط ساهم في نجاح موسم عاشوراء العام الماضي، الأمر الذي يؤكد على السمة المتميزة من الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية من قبل الجميع. كما انتهز هذا اللقاء ليطلعكم على توجه الوزارة في معالجة بعض الظواهر الأمنية الاجتماعية والذي يتطلب مشاركتنا ومساهمتنا جميعا كل في موقع، حيث أنه بفضل وتوفيق من الله ثم الجهود الوطنية المخلصة من قبل الجميع، فإننا نعمل على احتواء انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمع. ولكني أتطلع إلى المزيد من المشاركة والحضور الوطني المسؤول في مواجهة هذه الآفة من خلال غرس القناعة الإيجابية في مختلف فئات المجتمع، مؤكداً على أنني لن أدخر جهداً في سبيل محاربة ما يمكن أن يؤثر على مستقبل أمن شبابنا وعطائنا الوطن. وفي هذا السياق، فإن هذا الأمر يدفعني للحديث عن أهمية التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة ونبذ الكراهية
والعمل على تهيئة الأجواء الآمنة والمحبة والتآخي بين الناس، خصوصاً وأننا نعيش في بلد يحتاج إلى استغلال وتوجيه جهوده المشتركة مجتمعة حتى نتمكن من مواجهة تحدياتنا الوطنية. مع التركيز على أهمية عدم الانجرار وراء ما ينشر من معلومات مضللة بالقصد منها إرباك المجتمع والتشكيك في جهوده وبرامجه وحتى في تاريخه الوطني. الأخوة الحضور، في ختام كلمتي أود أن أؤكد على أمرين فيما يتعلق بموسم عاشوراء. الأمر الأول هو أننا في مملكة البحرين لدينا من الخطباء والرواديد المؤهلين الذين هم على استعداد لتأدية مسؤوليتهم الدينية على الدوام، ولذا فإننا لسنا بحاجة إلى أي خطباء أو رواديد من الخارج. أما الأمر الثاني هو أن مملكة البحرين ليست وجهة للسياحة الدينية في موسم عاشوراء، وأنا سبق أن تحدثت في هذا الأمر مؤكداً على أن ممارسة العزاء هنا هو للمعزين من البحرين، مع التأكيد على احترام روحانية المناسبة وخصوصيتها، وأن تكون مصلحة الوطن العليا حاضرة المشهد. شاكراً لكم جهودكم المبارك، وإننا سوف نعمل بإذن الله معاً على تنظيم موسم عاشوراء لهذا العام، وكل عام وأنتم بخير. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جهتهم عبر رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولو المآتم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على تعاونه وحرصه على توفير كافة التسهيلات لإنجاح موسم عاشوراء، منوهين بدور المحافظات في المتابعة والتنسيق المستمر، مؤكدين على أهمية العمل على تعزيز أواصر المحبة والاحترام بين أفراد المجتمع. نهج قويم واحترام وتعاون وتشارك بناء، ترجمته الكلمة المحورية لمعالي وزير الداخلية خلال لقائه مع رؤساء وأصحاب المآتم والأوقاف والمواكب الحسينية، والذين أكدوا على ما تضمنته الكلمة من مبادئ أساسية تسهم في إنجاح موسم عاشوراء. الوزارة الداخلية تقوم بدور مميز في هذه المناسبة، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تعاون، وخاصة الجهد الأكبر هو ينصب على وزارة الداخلية في حفظ النظام، في حفظ الأمن، في تسيير المرور، في وضع الحواجز في الأيام اللي في يصير فيها اكتظاظ، خاصة في العاصمة اللي هي تعتبر مركز الإحياء. والحمد لله لقينا كل التعاون وكل التجاوب من قبل معاليه. أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على كل التوجيهات السامية لدعم المواكب الحسينية. لقد تشرفنا اليوم بلقاء معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، الذي أبدى اهتمامه الكبير كالعادة اللامحدود للمواكب الحسينية والمآتم الحسينية، واهتمامه أيضا بتوفيق بحماية المواكب الحسينية والاطمئنان على سلامة المعزين ومرتادي المآتم والمتواجدين في منطقة العزاء. هذا الجمع الكبير أشاد بما توفره مملكة البحرين بشكل عام وبدور منتسبي وزارة الداخلية بشكل خاص من دعم ومساندة كبيرة ومستمرة، تعكس اهتمام جلالة الملك المعظم في ضمان راحة وأمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. استمعنا إلى كلمة
معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله، ولا وضح فيها كل الأمور، اهتمام الوزارة والأمن العام بتكون هذه الشعائر يعني تسير بكل سلاسة، والتعامل الحضاري من قوات الأمن. احنا لامسينا كمسؤولين في الهيئة العامة ورؤساء مواتم نعرف الدور الكبير اللي تقوم به وزارة الداخلية والفريق كامل. معاليه أكد على نقطتين مهمتين، وهي أهمية استقطاب الكوادر الوطنية على مستوى الخطباء والرواديد والاستفادة منهم في إحياء هذا الموسم، بعيدا عن التسييس وبعيدا عن تحويل البلد إلى محطة لاستقطاب السياحة الدينية، نتيجة لما يعرفه الجميع من تأثيرات ربما غير المستحسنة على أمن البلد في هذا الاتجاه. مسؤولية كبيرة يتشارك بها أصحاب ورؤساء المآتم والمواكب الحسينية في تنظيم وتنسيق المواكب خلال فترة عاشوراء بالتعاون مع رجال الأمن وتكاتف كافة مرتادي هذه المناسبات. كلمة معالي وزير الداخلية اشتملت على العديد من الرسائل المهمة التي أكدت على حرص الوزارة ودورها الفاعل في إنجاح وتنظيم موسم عاشوراء بما يحفظ الأمن والاستقرار والنظام بمشاركة وتعاون الجميع. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.